من هم الذين يرخص لهم الإفطار في رمضان؟ الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية. أولا المسافر سفرا يجوز فيه قصر الصلاة، ثانيا المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف المرض عليه أو تأخر البرء، فهذا يرخص له في الإفطار. ثالثا الحائض والمرضع، ثالثا الحائض والنفساء. الحائض والنفس لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس، ويحرم عليهما الصيام لأنهما من أهل الأعذار الشرعية. وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطار. وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء في الواقع أو العادة، وكذلك الكبير الهرم، كل هؤلاء من أهل الأعذار الذين رخص لهم الشارع في الإفطار. ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض مرضا يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع، كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. أما من لا يستطيع القضاء ويعجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الهرم والمريض المزمن، فهذان لا ليس عليهما قضاء، وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهؤلاء ينتقلون من الصيام إلى الإطعام وليس عليهم قضاء لأنهما لا يستطيعان القضاء، فهما لا يجب عليهم الصيام لا قضاء ولا أداء، وعليهما البدن وهو الإطعام فقط. نعم.